يعني كنا واقفين هلول هنا وحاصل هنا خلصناهم هاهم زوج. أبو كرم عندنا ثلاثة لكتب الله، ثلاثة بمسيدة الخيط، مسيدة شق الصيد. سلام الله عليكم. اليوم بإذن الله راح نعطيكم طريقة كيفاش تصيدوا طائر المرجو أو الطيور المهاجرة باستعمال الخيط فقط. كما راكم تشوفوا، أول حاجة يكون عندنا هذا العود اللي نغطسوه في الأرض، وهذا العود يكون نابض باش يعاود يرجع. شوفوا أنا غاطسوه في الأرض لهيك باش يعاود يرجع. ها أوكي. ويكون عندنا هنايا حديد مقوس هاوليك غاطسينه في الأرض، ويكون عندنا هذا العود دايرين فيه دودة هاكم تشوفوا هاوليك، أنا رابطينها بالسلك باش نحطوها في هذا الطرف، وتكون عندنا حجرة من هذا الجانب. ها سهلة مهلة. دوك راح نعطيكم الطريقة كيفاش حننصبوها. أوكي هاوليك حديد. شوفوا أول حاجة عندكم هذا العود اللي نغطسوه في الأرض ويكون نابض يكون يعاود يرجع، والخيط. أوكي عندنا هذا الحديد المقوس، الدودة، ومكان مناسب هاليك. وانا نفضل اني نصبها مع الويدان، مع الويدان افضل. حابين نديرها لكم هنايا على جهة التجربة فقط. اوكي قبل ما نبداو في طريقة النصب تاع هذه المسيادة، حبيت نقول هذوك الجماعة اللي كومونتيو، يعني جماعة اللي يعلقوا باللي يقول لك موسم الصيد انتهى. اوكي حقيقة موسم الصيد انتهى للطيور المحلية. هذه الطيور المحلية مثل الأرنب، قلت لك الأرنب، الحجل، الشحرور، حتى الأرنب معهم يبدأ موسم الصيد من 15 سبتمبر ويخلص أول جانفي. أما الطيور المهاجرة مثل السمنة، الزرزور، والديك الرومي، الديك الغابي، يبدأ من أول نوفمبر وينتهي أول فيفري. اللي ما أمنيش يدخل الصفحة تاع مديرية الغابات ولا للسيت تاعهم، وهم لك بعض الوثائق راح نعطيهم لكم درك. ها تشوفوهم اللي هنا، هام لك الوثائق هذو يبين لكم وقتاش ينتهي موسم صيد طائر السمنة المغردة، وحنا نعيطوا له الماركو. هاي نبداو على بركة الله نعطيكم طريقة النصب. هاوليك العود انا رابطين فيه عود، هاوليك الخيط رابطينه هنا في رأس هذا العود النابض. واللي ما عندوش هذا العود النابض تكون عنده شجرة كي من هكذا ولا يربطها في الشجرة، يعني في غصن تاع الشجره هو اللي راح يسحب كلش. انا فضلت اني نستعمل هذا العود لكم تشوفوا فيه، واني غطسته في الارضيه. ها انا غطسته في الارضيه. بون نسحبوه هاك، نسحبوه دوكا باش ندخلوه لهيك في الحديد. فوالا هانا سحبناه، شوفوا معايا كيفاش يدخل لهنا. ها هاك هاك شوفوا وين يدخل. ها ودركا نعطي لكم طريقة النصب. باش نسحبو هذا شوية لهنا باش تشوفو مليح. هايليك شوفوها، هاي الدودة أنا رابينها بالسلك. هايليك ديروها سهلة مهلة، اسمعوا لي هكذا. هايليك هاي منصوبة. واش نجيبو؟ نجيبو الحلقة، هذه الحلقة هايليك، هاي لك الحلقة. نديرو الحلقة في هذا المكان، هنا في هذا المكان. شو شعل سهلة، شوفوا هاي لك الحلقة في هذا المكان. ودوك نسدو هذا الجانب اللي من هنا ونخلو غير هذا الجانب، ونزيدو نبحثو شوية في الأرضية هنايا. هذه نبحثوها مليح هكذا باش الطائر ينزل. كي يشوف هذا تراب مخلط وكامل تراب جديد، واش يدير؟ الطائر يهبط. هاي لك الطريقة، شوفوا هاوليك العود هاو مكالي هنا في الحجرة، هاوليك لهيه شوفوا لهيك، وهاي الحلقة تاعنا مش تبان، نديرها بالخيط الأسود. وهاوليك النابض، النابض هو هذا العود اللي يابس هذا. نقوم بعمل تجربة، نقوم دركا بعمل التجربة. شوفوا ها الطائر يحط، الطائر كي يحط رجلو لهنا واش يدير؟ ياكل هنا ذي الدودة، كي ياكلها هاوليك شوفوا هذا يطلع كي يتحرر. ها هاي حكمتني، كنت تشوفوها تشوفوها طريقة سهلة. نعاودو نصبوها هاليك، شوفوها من هنا. شوفوا هذا العود، هذا العود شوفو انا رابطين فيه خيط هنا في عود. ها وهذا اللي يقعد منه قاع حلقة، ها يدخل هكذا. شوف كيفاش يدخل
راه منصوب، ودوك واش نديرو؟ نديرو الحلقة تاعنا. هاي ليك الحلقة تاعنا، هاي ليك هنا الحلقة. هو كي يحط رجليه لهنا ياكل الدودة، يتحرك العود هذاك اللي راكم تشوفوا فيه، يتحرر كيتحرر النابض كامل يسحب لنا هذه الحلقة. دوكا واش نديرو؟ نقومو بعملية سد الجوانب هذو كامل من هنا ونشوفوا النتيجة النهائية. نسدو كاع الجوانب، نخلو غير الحلقة. والآن راهي واجدة، راهي منصوبة. هاوليك العود المقوس، رابطينه هنا في خيط. هاوليك الخيط، شوفوا راهي منصوبة. شوفوا هاذي سهلة، سهلة سهلة بالبزاف. هاي الدودة، وهنا دايرين الحلقة. هاوليك الخيط، راكم تشوفوا الخيط، هنا دايرين الحلقة تاعنا. هو في حالة ما انه ياكل الدودة يكون رجليه هنا داخل الحلقة، غير يتوشي الدودة واش يدير؟ هذا يتحرر، هذا هنايا يتحرر. كي يتحرر هذا العود كامل راكم تشوفوا فيه النابض هذا يعاود يطلع، كي يطلع يسحب لنا كامل الحلقة على رجل الطائر. تحبوا ديروا عود كيما هكذا قلت لكم، تحبوا تشوفوا غصن من الشجرة يكون مليح هو اللي راح يسحب لكم هكذا. واذا حكمنا ان شاء الله نحط لكم الفيديو. المهم خوتنا جماعه التعليقات يرحم باباكم، ما تعلقوناش لكم التعليقات تاع موسم الصيد انتهى. نعاود نكرر لكم، وهذه الصوره اللي نحطها لكم من عند مديريه الغابات. تدخلوا للصفحه تاعهم وتلقاو باللي هذا طائر السمنه المغرده او طائر المرقو، نهايه الصيد تاعو هو اول فيفري، ويعتبر من الطيور المهاجره، وتقدر تصيد حتى 4 طيور. اما الزرزور تقدر تصيد حتى 10 طيور في النهار، يعني في اليوم. اوكي، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله بربي نحكمه، ولا حكمنا نحط لكم الفيديو. نقول لكم تحياتي. ايبا الخوار، راهو نتفقدوا هذوك المسيره تاع المرقو اللي رانا ناصبينهم بالخيط، راهم هنا تحت في الواد، راني ناصبهم مليح كامل، راني ناصبهم في هذاك المكان. نروحو نتفقدهم ونشوفو اون كاش ما نكونو حاكمين. على ما يبدو راه كاين شويه مرقو اليوم. هذه هي غابة المرقو. دوك الساعة راهي 11 تاع الصباح. شوف البلاصة اللي نصبو فيها كيفاش دايرة الغابة، ونبني انا توجور نصب في خيط تاوعي مع الويدان كيما هذيك اللي راهي لهيك، هذيك ماهيش حاكمة. هاوك الغصن هذاك راه هابط. نزيدو نتفقدو هادو اللي من هنا، هاني داير حوالي 1/8 من الجهة. ان شاء الله نحكمو ونشوفو البلايص وين نصبو فيهم. وإلا حبيتو تنصبو الفخاخ وتنصبو خصوصا الفخاخ هذيك التقليدية هذيك، شوفو شوفو الأماكن، هادو الأماكن هنا أماكن مفتوحة كيما هذي هكذا. وكيما شفتو من قبل هذه المسيدة على الخيط باستعمال الدود، عادي تحكمو عادي. هذيك اللي هي طالعة، هاي اللي هي طالعة، هاي طالعة، الله أعلم شا كاين هنايا. لا لا كاين مرقو، كاين مرقو هاوليك، هاوليك شوفو هاوليك مرقو. أنا حاكمين واحد ما شاء الله، هاوليك كان كنا واقفين هلو لهنا. أوي حاصل هذا، هذا كبير، هذا كبير. أوه كاين واحد أخرى ولد تحت ثانيك، هاو كاين واحد، هاو 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 شفتوه؟ شوفو شوفو راه معلق، شوفو راه معلق، شوف هاوليك راه معلق، شوفو فيه راه معلق. ما شاء الله بلاصة شابة بالبزاف. اصبر نخلصو هذا ونروحو لهذاك. تعال تعال. هذا كبير. هلا داير، وها حكمتو من رجلها. شوفو الله يبارك. ما عندوني روحها محكوم
كيما يلزم. وهاو كاين واحد لهيك كذلك راه معلق، هاوك شو هو راه. بلاصه شابه هذه تاع صيد هذه، ومازالوا لي واحد الربعه راهم جايين لازم نتفقدهم، وكاين اللي راهم من هنا لازم نتفقدهم، باسكو هذه بلاصه هنايا فيها الزيتون كما راكم تشوفوا، والارض هنايا شغل مشمخه بزاف، الارض هنايا مرجه شغل فيها الحشرات، وفيها هذاك الدود، هذاك دود صغير. هاي شو نخلصوا هذا. روح روح، تعال 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 تعال، عصبنا نخلصوه جماعة. هانا خلصناه، والله يبارك على الشباب. شوش على الشباب شو. نحكمو هذاك يا ستار. هاوليك هاوليك كيسو تاعك. هذا راه معلق، هذا راه معلق. شو راه معلق؟ شوف شو راه معلق. الله، هذا طلعاتو بزاف، باسكو هذا العود، هذا الغصن انا دايرينه قوي بزاف. هاك شوف. شوفوا نزلون نتفقدوا ذاك اللي هيك. هذا خلوه كيما نراهو، دوك نعاودو نخلصوه. هذيك اللي هي مازالت، زيد نتفقدوا هذه اللي منا. اسمحوا لي نشوف ليك. لا لا، هذيك مازالت يسمى خمسة كامل، مازال بقاو لي زوج هم جايين من جهة اليمين، ان شاء الله نكون حكمنا فيها. هاي شو نخلصوا هذا ومع السهل. تعال تعال، انا خلصناهم، هاهم زوج، هاهم زوج، ها ما شاء الله، هاهم لك خوتي، هاهم زوج. دوك زين تفقدوا لي ملهي. شوفوا شاشبين. اطلق اطلق جناحك. الله، زين تفقدوا لي مليح، بقاو لي زوج. هذيك ما زالت، ما زالت بقات لي وحده من هنا، ان شاء الله تكون حاكمه غير هنايا. هاي لك هنايا، هذه راهي طالعه بصح وين. او كاين 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 كاين. واو، الله يبارك الله يبارك. ثلاثه ضربه وحده، هاك شوفوا وين راح. هاك ما شاء الله، ثلاثة ضربة واحدة. ها هذا ثاني كيف كيف حكماتو لهيك، هايك بلاصة لهيك، ها هايك في الطلعة في الدخلة هذيك. شوفوا هذا راه منهك، هذا راه متعب متعب متعب. هاك شوفوا راهي حكماتو. اصبر 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 اصبر، سما دوكا راهم عندنا ثلاثة اللي كتب الله، ثلاثة بمسيدة الخيط، المسيدة الفعالة، مسيدة جد فعالة وبسيطة، تصيدوا بها الحجل، تصيدوا بها المرق، وتصيدوا بها أي حيوان، الأرنب، أي حي، أي طريدة تحبوا تصيدوها. شاشة ما شاء الله، شاشة شابين، شو شاشة شابين. لا لا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نخلصوا هذا كيف كيف، ويولوا عندنا ثلاثة بإذن الله تعالى. ودائما كما راكم تشوفوا مع الغابات والوديان، مع الغابات والوديان. ها هكذا نصيدوا. عمسنا هذا، هذا طائر راه قليل بزاف بالبزاف، هذا العام راه قليل بالبزاف، ولكن الحمد لله رانا حكمنا حبات ما شاء الله. ها حبات ما شاء الله. فوالا، ها ملك ثلاثة من بين
700 سيادات الحمد لله، حكمنا ثلاثة اللي مرقوا ما شاء الله. دونك هادو فيهم بركة، دونك ندوهم للشواية ولا ندوهم للمقلة خير. هيا هذه المسيادة كما ذكرنا جد فعالة، ننصحكم بس تستعملوها. أعطيكم كامل الانفخاخ والكماشات وما شابه ذلك. فخ الخيط أبسط شيء وأنظف شيء تقدر تصيد به أي حيوان. هذه يا خاوتنا، إن شاء الله عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم.